بالتالي الوطن سبورت بتتكلم عن رامي ربيعه واستبعاده من مباراه الاهلي وكانو سبورت، وده بسبب ان هم شفائه مش هيكون اكتمل طبعا بشكل كبير، فما فيش ضروره لاصطحاب رامي ربيعه لهذه الرحله. في المقابل ايضا يورو سبورت عربيه بتقول ايه، ربيعه يربك حسابات الاهلي وثلاث حلول لازمه الدفاع. هو فين الازمه وفين الارباك؟ يعني ليه ربيعه بيربك حسابات الاهلي؟ عشان مصاب يعني، فكده في مشكله في خط الدفاع. طب الاهلي جاي محمود وحيد ده مدافع، عفوا محمود متولي مدافع، عندك ياسر ابراهيم مدافع موجود وجاهز، عندك ايمن اشرف بيجيد في هذا المركز، عندك محمد هاني كمان بيلعب في المركز ده، مفيش ازمه ولا حاجه، عندنا مدافعين كويسين. مش عايزين نختلق ازمات للفريق يعني، وان غياب لعيب قد يؤثر، فاهم؟ لعيبه النادي الاهلي كلهم بمستوى مميز جدا جدا، وافضل لعيبه في مصر، افضل لعيبه في مصر طبعا. فبالتالي مفيش ازمه ولا حاجه. ربيعه مش موجود، هيشارك متولي وهيشارك ياسر ابراهيم، وممكن يكون في اتجاه لمشاركه ايمن اشرف، ده على حسب برضو الرؤيه الفنيه للمدير الفني، فمفيش ازمه ولا حاجه يعني.